أهلا بكم من جديد. أوروبيا حقق برشلونة الإسباني فوزا صعبا على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين لهدف ضمن منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. تقدم الفريق الكتالوني مبكرا عبر ليونيل ميسي ومن علامة الجزاء، ثم عزز جيرارد بيكي تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 65. بعد ذلك قلص الفريق الأوكراني الفارق عبر فيكتور تسيغانكوف، وكاد برشلونة أن يسقط بفخ التعادل، لكن حارسه الألماني تير شتيغن تألق وحال بدون ذلك. ضمن المجموعة ذاتها استعاد يوفنتوس الإيطالي توازنه وتمكن من تحقيق فوز خارج ملعبه على فرينكا فروزيا الهنغاري وبأربعة أهداف لهدف. نجم اللقاء كان الإسباني الفارو موراتا بتسجيله هدفين، في حين أضاف الأرجنتيني باولو دي بالا الهدف الثالث، وجاء الهدف الرابع من نيران صديقة. بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني. للحديث أكثر عن مباريات دوري أبطال أوروبا ينضم إلينا المحلل الرياضي طارق غصاب. مرحبا بك سيد غصاب. برشلونة يفوز بصعوبة كبيرة على دينامو كييف، يا لها من معاناة كبيرة وجدها الفريق الكتالوني قبل أن يخرج بالنقاط الثلاث. مساء الخير إلى كل المشاهدين الكرام. بلا شك برشلونة يمر في مرحلة صعبة على صعيد مستوى الفن الذي يقدم في المباريات. بداية بالنظر إلى نتائج الجولات الثلاث الأولى من المجموعة، فالتأهل أصبح شبه مضمون لبرشلونة، لكن حقيقة الأمر وما يفكر فيه متابعي برشلونة وإدارته أن الفريق لا يبعث على الإطمئنان. مشاكل الفريق واضحة ومتكررة منذ فترة دون بوادر لحلها. العمق الدفاعي، قلبي الدفاع، الجهة اليسرى ومنطقة وسط الدفاع التي يشغلها بوسكيتس ما زالت تعاني من مشاكل واضحة تتكرر من مباراة لأخرى. يوم أمس شهدنا الفريق مهزوز، لا يمتلك الشخصية الحدث بمعنى العنف الكروي التي تجعله يكتسح خصمه، بالعكس شهدنا تهديد كبير من فريق دينامو كييف الذي يستحق التحية على المباراة قدمها رغم من الغيابات التي يعانيها. شهدنا امبارح عودة شبيغن إلى صفوف برشلونة وشهدنا قيمة هذه العودة بحجم التهديدات التي واجهها برشلونة. بالتأكيد الضغوطات على كومان كبيرة، برشلونة يحتاج إلى فهم مشاكله ووضع اليد عليها للبدء بحلها بشكل مباشر. هناك من يقول أن المدرب الهولندي رونالد كومان يوظف ميسي بشكل مختلف، وهذا ينعكس على غزارة ميسي من ناحية الأهداف، الغزارة التهديفية للاعب الأرجنتيني، لكن هناك رأي آخر يقول بأن ميسي قل عطاءه بشكل متعمد إن صح التعبير من النجم الأرجنتيني. إلى أي من الرأيين أنت تميل أكثر؟ بكل أمانة النقطتين نجد لهما منطقا في الحديث. في البداية الهدف الأساسي كان من وجود كومان هو خلق حلول متعددة تهدف إلى تنويع خيارات اللعب. شهدنا مشاركة أنسو فاتي والاعتماد على كوتينيو وإشراك بيدري مع وجود خيار عثمان ديمبلي سهل أو نوع من الخيارات الهجومية لبرشلونة. هذا الشيء أفاد بالدرجة الأولى ميسي وحرره من الضغوطات وجعل الخيارات متاحة للفريق في حال غيابه. بالإضافة إلى ذلك فإننا يجب أن نكون منطقيين وواقعيين، ميسي يحتاج إلى توزيع الجهد البدني خصوصا مع تقدمه في العمر، بحاجة إلى توزيع هذا الجهد، بحاجة إلى اللعب على دقائق بفاعلية أكبر حتى لو كان عدد الدقائق أقل. ميسي اليوم بأدوار صناعة لعب من الخلف أكثر من الاقتراب من مناطق الهجوم الأمامية. أنا أرى هذه النقطة بداية أو على الورق نقطة إيجابية بتنوع الخيارات، لكن مهم جدا أن تكون هذه الخيارات ناضجة، هذه الخيارات فعالة تخفف الضغط عن ميسي فعليا، لا على الورق أن تكون موجودة دون أي تأثير على أرض الملعب. مهم جدا التركيز على نقطة أن ميسي بحاجة إلى توزيع هذا الحمل البدني الذي يعانيه خصوصا مع تقدم بالعمر وعودته من إصابة سابقة. على أي حال برشلونة في الصدارة حتى الآن. نذهب للحديث عن المفاجأة التي حدثت هناك في تركيا، سقوط لمتصدر المجموعة مان يونايتد بعد فوزين على منافسين صعبين، باريس سان جيرمان بفرنسا ولايبزيج في اليونايتد في أولد ترافورد بالخمسة فاز يونايتد، يسقط بالأمس أمام باشكشهير لتشتعل المنافسة في المجموعة وتختلط أوراق الفرق جميعا. صحيح، مانشستر كما يقولها عمل الصعب وخسر السهل، حقق فوزين مهمين ب6 نقاط على الفرق المنافسة، لكنه في المباراة المهمة والتي كانت تساعده كثيرا في قطع أشواط نحو التأهل
تعثر بشكل سيء جدا. باشاك شهير ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد، خصوصا مع نتيجه مباراه لايبتش وباريس سان جيرمان، اعاد له فرص. باشاك شهير اصبح موجودا ولاعبا في حسابات التاهل على الاقل اليوروبا ليج ان لم يكن التشامبيونز ليج، بالاضافه الى انه خدم باريس سان جيرمان بعد خساره الامس ابقى حظوظه موجوده. للاسف مانشستر يعاني جدا على المستوى الدفاعي دون اي تطور بالحال. سولشاير غير قادر على تحسين وضع الدفاع، الفريق يتلقى الكثير من الاهداف ويعاني من الفجوات بطريقه بدائيه جدا. العلاقه بين الوسط والدفاع دفاعيا غير متناسق ونجد فجوات كبيره بحاجه الى الحل. فشير تحت الضغط بشكل كبير الان مع تراجع النتائج، والاقاله قد تكون وارده في حال حدوث اي تعثر قادم. يعني هناك من يحمل سولشاير المسؤوليه الخساره بالكامل لانه لم يحضر جيدا ولم يقرا المنافس. على اي حال ننتظر ماذا سيحصل مع اليونايتد وسولشاير. انتقل للحديث عن المواجهه الاخرى، كانت مباراه شيقه ومثيره على الاراضي الالمانيه وفاز فيها لايبزيج، قلب تاخره الى فوز على سان جيرمان الذي اهدر ركله الجزاء وطرد منه لاعب. بالتاكيد اسمح لي ان ابدا بالتحديث عن هذه المباراه من حيث انتهت مباراه مانشستر ولايبزيج. هنا يستحق مدرب لايبزيج نايسمان الشاب الصاعد بقوه في اوروبا الاشاده، عندما حاول امتصاص صدمه الخمس اهداف في مباراه مانشستر واعاده وتخفيف الضغط عن لاعبيه، حديثه بان النجاح سلم وليس باب، حاولت تخفيف من وطأة الهزيمات، حديث ان الفرق متعدده انالت مثل هذه النتائج. للامانه مباراه الامس في الشوط الاول باريس سان جيرمان كان قادرا على حسم المباراه واستهان بخصمه، اهدر العديد من الفرص حتى نال العقاب من نايسمان. الجميل في فريق لايبزيج انه فريق مرن تكتيكيا، لايبزيج الذي خسر لاعبين مهمين في تشكيلته مثل فيرنر وتشيك كان قادرا نايسمان على تعويض هذه الغيابات بمرونه تكتيكيه واضحه، اعتماده على اللاعبين الذين يؤدون مراكز متعدده. اولمو مثلا يلعب كلاعب جناح ويلعب خلف المهاجم، شاهدنا كونكو يتحرك من اليمين لليسار في تشكيلات متعدده، وهذا شيء ايجابي صنعه نايسمان. الشيء المهم الذي نريد الاضاءه عليه هو اعاده تقديمه للاعب المميز بورسبرغ بعد موسم خافت للاعب، عاد تقديمه بشكل مميز، قاد الفريق للعودة والانتصار، والأمان مباراة تكتيكية بالشوط الثاني مميزة من نايلسمان. المحلل الرياضي طارق غصاب، شكرا جزيلا لك.